دكتور أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام. موضوع طبعا سلس البول هو مشكلة جسدية ذات تأثيرات نفسية واجتماعية، وتسبب أيضا يعني في بعض الحالات العزلة للسيدة التي تعاني من هذه المشكلة دكتور، وأيضا قد تدخلها في مرحلة أو في حالة من الاكتئاب بالأحرى، وتؤثر حتى على حياتها الاجتماعية والعملية. متى تحدث هذه المشكلة، وأيضا ما هي الأسباب بالنسبة للنساء؟ بالنسبة للنساء طبعا ستريس انكونتيننس، خاصة من الوردات بعد الحمل والولادة والوردات العسيرة، بصير عندنا هيك مشاكل هبوط للإحليل، فبتعود السيطرة على المعصرة اللي بتمسك البول ضعيفة، فبصير عندنا تسريب البول أثناء العطس أو الضعال أو الحركة وأثناء النشاط. هناك درجات للهبوط، نعم، درجة بسيطة ومتوسطة وشديدة. فاللي عند الستريس انكونتيننس أثناء السعال أو أثناء بس يعني الضغط الشديد على البطن، يعني بعد السعال أو بعد المشي أو أثناء ضغط البطن الشديد، هذا اسمه درجات خفيفة أو درجة بسيطة. الحالات الشديدة اللي هي تصير مع تسريب البول حتى يعني وأثناء المشي العادي، فهذا هو تشخيصه طبعا بيكون عن طريق تحديد درجة الهبوط الإحليل عنده ودرجة عدم الاستمساك للمعصرة باختبار بولبونيل أو مارشال مارشيتي، محسن نحدد الدرجة اللي صار فيها الهبوط ومنحدد إلى العلاج الملائم، نعم، كان بالأدوية أنتيكولينرجيك أو شيء، أو علاج مثلا برفع الإحليل، نعم، تعامل جراحي أو بالماش، أو علاج هلأ صار في عنا بالحقن البوتوكس ضمن عنق المثانة بالمنظار. نعم، البوتوكس يعني ممكن أن يعالج كافة الأنواع أم حالات معينة من هذه المشكلة دكتور؟ الحالات اللي بيكون فيها هبوط الإحليل، نعم، بسيط، فكتير بتحسن على حقن البوتوكس بالمنظار من غير عمل جراحي. نعم، طبعا للأسف أقول أنه بعض الحالات المرضية يعني حتى عند الذكور، يعني أيضا من يعاني من ضخامة في البروستات أو حتى التهابات في البروستات وغير ذلك، يعني يعاني بصمت ولا يتحدث عن مشكلته. وطبعا للبروستات حل، أيضا لسلس البول عند النساء حلول وليس حل واحد، سواء كان دوائي أو جراحي أو حتى فيزيائي، يعني أو حتى القيام ببعض التمارين الرياضية لعضلات الحوض لتقوية عضلات الحوض، وأيضا كيف نقي أنفسنا من هذه المشكلة التي لا تعتبر مشكلة فقط جسدية وإنما أيضا ذات تأثيرات سلبية ونفسية واجتماعية وعملية. لأنه بالنسبة لسلس البول دكتور مثل ما ذكرت، هناك سلس البول الذي يعني يكون مع الجهد، وهناك سلس البول الذي يكون حتى مع الضحك أو المشي أو أثناء المشي أو أثناء ربما السعال البسيط، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك جهد وسعال شديد أو القيام بعمل رياضي أو ما شابه ذلك. فهذا الأمر يمنع عن الحركة، يمنع حتى عن الذهاب إلى العمل، يمنع حتى عن الذهاب إلى ممارسة الرياضة، لأنه بسبب طبعا عدم القدرة على التحكم بالبول. الحالات البسيطة اللي يكون سبب الأورج انكونتيننس يعني التهابات الناكسة والإنتانات وضعف عنق المثاني تحسنت كثير على العلاجات، تقويض عضلات الحوض بالأمواج بالأمواج المساعدة للعضلات الحوض، نعم، وبالأنتي كولينرجيك مضادات تشنج المثانة، واختبارات كيجل هي اختبارات تمرين لتقوية عضلات المثانة وعضلات الحوض. نعم. فكتير كتير يعني نجحت علاج هالحالات هاي. نعم. الحالات الأكثر، نعم، اللي فيها نتيجة ولادات عنيفة أو شد أو شيء اللي صار فيها هبوط الإحليل، اللي كانت درجته بس أثناء الضحك أو أثناء الجهد أو ستريس انكونتيننس، نعم، حسنت كتير على العلاج بالدكسل اللي هي حقن البوتوكس بالتنظير، وصراحة يعني كتير ساعد تقليل، لأنه تعريض الشخص لعمل جراحي يعني
شغلة قرار ما وسهل أبدا يعني. نعم طبعا رغم أنه أهمية نعم رغم أهمية العمل الجراحي وأيضا نتائجه التي يعني منذ سنوات عديدة هناك حلول لهذه المشكلة الجراحية نعم. طيب نحن كنا من القديم نعمل بس كان بس الإجراء المتوفر هو عمل جراحي فقط أنه نعم. نعمل اختبار عملية جراحية اسمها عملية مارشال مارشتي اللي هو رفع عنق المثانة للأحليل والمثانة وعنق المثانة على عنق على عظم العانة نعم. بقطب شادة فنسوي زاوية بين عنق المثانة والأحليل فهالشي بيساعد على الاستنتاج. طيب هلا حاليا نعم. بدل هالعملية الكبيرة اللي نفتح فيها البطن من فوق يعني كثير صار عملية عبارة عن رفع الأحليل بماشي عملية ماش ليفت فور يوريترا نعم. عملية كتير بسيطة وكتير سهلة لتقوية نعم. عضلات الحوض أيوة لتقوية عضلة البول اللي بتعمل استنساك البول نعم طبعا أعتقد يعني هيك أخف منا طبعا حقن الدكسل بالتنظير بنحقن عند الساعة 10 بالساعة 1 نعم 1.25 سم 1.25 سم وعند الساعة يعني المقصود فيها لحتى طبعا المستمعين يعرفوا اللي هي الساعة طبعا لها أربع خلينا نقول زوايا لما نعم. نحن بالتنظير فينا نعم. من الساعة 12:06 فعندي الساعة 10 والوحدة بنحقن 1.25 سم وعند الساعة 6 بنحقن 2 سم فهالشي بيساعد على طيب. عندي اتصال طبعا نعم عندي اتصال من الأخ أبو عبد الله ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لك يا دكتور وتحياتي للدكتور المخرج يا أهلا وسهلا بك مجتمع إذاعة النور دبي أهلا وسهلا بك أخي أبو عبد الله تفضل في نوعية التهاب أنتم ما ذكرتوا نعم كرم الله يكون كرم المستمعين أساس أكثر حمامات مثلا مال مكانات مال كل الشخص يصير خاصة المرأة صرا يصيب التهابات هذا نعم هي النوعية لكن لازم مرأة أساس كل ما كرم عليكم مستمعين وهذا يصير مثلا كانت وايد ناس يصيرون في الحمامات وهذا الحمامات العامة خزك نعم المرأة يعني لكن المرأة الدوم شلة غسول كرم الله وعيكم هذا غسول تشتري مثلا يخليه في البيت الدوم ماي ملح ثاني شيء ماي ملح هذا ملح مو بهذا النعيم لا ملح ثاني حبة كبيرة الخشن البحر ماي وتيرس علي كرم الله وعيكم الماي تخوز سرع التهابات هذا ماي ملح ما ملح مال هذا جديد لا ملح مال الأول طيب نعم الملح البحري أعتقد اللي أو الصخري نعم طبعا هو خشن نعم نعم خاصة حاجة تربية يوم خاصة المرأة بداية مربية وخاصة يعني في عندها التهابات وايد هذا مرة يترس مثلا سطل كده كمغاطس أو كغسول طبعا رح نسأل الدكتور هلا أحمد عن الرأي الطبي في أي سؤال تاني أو فقط مجرد هذا الملاحظة الثاني نعم. شيء بعد نوع يعني تعرف هذا النوع ما مبزي على هواء نعم. كثير يعني هذا نعم نعم. ويستوي التهابات يعني مرحبا طيب. خاصا نعم شكرا لاتصالك نتمنى لك الصحة والسلامة أيضا الصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع دكتور أحمد الأخ أبو عبد الله طبعا يعني من الاستخدامات اللي معروفة استخدام الماء والملح كمغاطس أو كغسولات بالنسبة للسيدات بالنسبة للإناث يعني بشكل عام هل هذا ما أحيانا الشبة مثلا نسميه عنا الشبة اللي هي مادة قلوية كمان نعم هذا متعارف عليه أنه بتعمل تايتنينج يعني بتعمل شد الأنسجة يعني بعد إذا كان متوسعة أو في متراحلة يعني نعم فبتعمل في الحالات الخفيفة بتفيد طبعا بتفيد بتقلل حالات السلس يعني نعم بتفيد مع التمارين تقوية عضلات الحوض وعضلات العجنة اللي هي اختبارات جيكل اللي هي نساعد إنه نحط تقل ومنخليها تمسك عضلة المثانة مع 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 شد يعني فهالتمرين هذا بيساعد تقوية عضلة التبويل أثناء الاستنساك هالحالات البسيطة طبعا كثير بتفيد صراحة مغاطس مي ملح أو مي بالشبة أو شيء نعم بس في الحالات طبعا إذا في عنا هبوط الإحليل مع ارتخاء بالمعصرة ومع ستريس انكونتيننس يعني أثناء الجهد أثناء الضحك نعم. الشيء متوافر طبعا بده تداخل بده حل جذري يعني كتداخل بالإندسكوبي من التنظير أو كجراحة ورفع الإحليل ماشي نعم
نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن سلس البول، وضيفنا الدكتور أحمد التونجي اختصاصي المسالك البولية وجراحتها بمركز فيرس ميد لجراحة اليوم الواحد في دبي. دكتور أحمد، هناك رسالة تقول: أنا كان عندي مشكلة في العمود الفقري في الفقرة القطنية اللي هي L5، وطبعا الفقرة لم تكن كاملة منذ الولادة، يعني مشكلة خلقية، وبعد العملية توقف السلس نهائيا. الحمد لله. طبعا تحسن العمل العصبي للوظيفة العصبية تبعت مسانب المعصرة في عندها تناسق، نعم، اللي هي انقباض المسانة ارتخاء المعصرة حتى يصير تبويل. هل العملية التناسقية اللي هي اسمها السينرجيا، تناسق انقباض مثلا ارتخاء المعصرة، هي أساس الفيزيولوجيا العصبية للتبويل الطبيعي. فنحن كتير مهتم طبعا بأنه استقصاء هذه الآلية للتبويل واستقصاء الريزادوالرين، أنه واحد بعد ما يبول مثلا لازم تفضى بالكامل، فإذا ما فضيت معناتها في عنده مشكلة انسيادية وعنده مشكلة قد تعمل له سلس أو شيء أو كذا. نعم. فطبعا أشكر كل من يشاركنا حتى تجربته، وأتمنى أيضا يعني كل شخص تعرض لمشكلة مرضية معينة وطبعا يعني عانى منها أن يشاركنا بتجربته حتى الآخرين يستفيد من هذه التجربة. ودائما الهدف هو تعميم حتى يعني المعرفة وأيضا تزويد أفراد المجتمع بهذه التجارب الناجحة. نتكلم، وحتى إذا كانت التجربة علينا يعني لنا عليها ملاحظات حتى نقوم بإبداء الرأي في هذه هذا الموضوع. طيب دكتور، معي تقريبا حوالي 5 دقائق، بدي ركز على موضوع الوقاية. كيف نقي أنفسنا من هذه المشكلة تحديدا بالنسبة للنساء، لأنه مثل ما حكينا هذه المشكلة مشكلة جسدية أو عضوية، أيضا لها تأثيرات نفسية وقد تسبب يعني حتى الانطواء والإصابة بالاكتئاب جراء الانقطاع عن العمل، وأيضا عدم المساهمة بأي حدث اجتماعي أو مناسبة اجتماعية بسبب سلس البول. طبعا الإجراءات الوقائية بفحص البول الدوري والاستقصاءات بالإيكوغرافي وفحص وظيفة المثانية مهم جدا، وما نتأخر، لأنه التأخير قد يعملنا التهاب مزمن، والتهاب مزمن قد يؤثر على الآلية الفيزيولوجية الطبيعية لعملية التبويل اللي هي بدل نقد السينرجيا، واختلال هالوظيفة هاي قد يعملنا إشكالات. حتى ولو حسننا الوضع التشريحي، بس السيطرة على الناحية الخلل اللي بصير بالوظيفة العصبية يعني بده يعني صراحة إجراءات أكثر أو تعب كتير. فالتأخير مو يعني كتير محبذ، والوقاية خير من العلاج طبعا. الفحص الدوري للبول والإيكوغرافي وعلاج أي خلل منلاقيه بشكل طبيعي، إذا كان في عنا طبعا حبل يعني ولادي أو شيء تكون في أيدي أمينة، ما يكون في يعني أجريزة بالأثناء الولادة. أحيانا نتعرض لشغلات أو حالات طبعا بعد هالشغلات نوجه العلاج المناسب إجباري. لك صار في عنا يعني تدخلات مينيموم، يعني تدخلات غير غازية، يعني ما كثير في ما في جراحة، نعم، يعني بالحد الأدنى، يعني نعم الحقن بالتكسل بالمنظار. فكثير تحسنت حالات السلس الجلدي عند النساء، نعم، بعد ما صار عنا علاج السلس المثاني عندهم بحقن الدكسل بعنق المثاني، نعم، بالمنظار. طيب الموضوع طبعا يعني المشكلة أنه برنامجنا إذاعي وليس تلفزيوني، حتى نوضح لهم ما هي التمارين التي يجب أن تقوم بها كل فتاة وكل سيدة، تحديدا السيدات يعني في اعتبارا ربما من سن 40 لتقوية عضلات الحوض دكتور، أو حتى بعد الولادة. هو التمارين اللي فيها تقوية لعضلات العجان، نعم، تقوية لعضلات العجان. الله، هو بده الشخص يشوف حاله هو عم بول، العضلات اللي بتقطع البول أثناء التبويل هاي لازم يعملها تقواي. ففي عدة تمارين لها، الاستمساك الزيادة أو
للضغط والاسترخاء بشكل متناسق عدة فترات. وفي عنا كمان تقويض عضلات بالشوك ويف، طبعا في عنا أجهزة بالشوك ويف هلا حديثا. نعم كثير أعطاني نتائج إيجابية، جهاز حديث شوك ويف هو لعضلاتنا. علاج فيزيائي يعني؟ علاج فيزيائي أعطاني كثير نتيجة إيجابية. كم جلسة تحتاج المريضة دكتور؟ تحتاج حوالي 6 جلسات. 6 جلسات بفاصل زمني تقريبا ما بين الجلسة فاصل زمني أسبوع. وطبعا يعني هذه ايضا من الوسائل العلاجيه لمشكله سلس البول عند النساء، ومثل ما ذكرنا هي مشكله طبعا الكثير من السيدات تعانين من هذه المشكله، لكن بصمت ولا يعني تتحدث لانها تسبب لها الاحراج. لكن طالما ان هناك امكانيه للتشخيص، امكانيه للعلاج وطرق علاج مختلفه، فدائما الافضل التوجه الى الطبيب من اجل علاج هذه المشكله حتى ما تتعرض لاي تاثيرات سلبيه لا جسدية ولا نفسية. لأنه حتى أيضا سلس البول إن لم يعالج بالشكل الصحيح فسيحدث التهابات ومشاكل أخرى. المضاعفات ما هي دكتور أحمد؟ طبعا المضاعفات الالتهابات المزمنة للجهاز البولي. نعم. قد تسوي لنا يعني اضطراب قريب تبويل صغر في حجم المثانة، والتبويل تحت ضغط ينتقل إلى الجهاز العلوي يتسبب لنا التهاب الكليتين أو التهاب كذا قصور كلوي. طبعا هذا نحن في غنى عنه يعني عن مشاكل هاي. طبعا فالتشخيص الدقيق لا 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 نعم نوعية السلس إذا كان بسيط وسببه التهابي أو شيء بس عالجنا الالتهاب، شوي تمارين وتقوية عضلات الحوض مع أنتيكونيرجيك مضادات تشنج المثانة حسها على الأغلب. الحالات الأشد من عالجة اللي بتصير بعد السعال وبعد الجهد وبعد كذا، من عالجة بالحقن الدكسبل بالمنظار ونتائج ممتازة جدا. الحالة الشديدة اللي بعد ولادات متعسرة أو بعد شد شديد أو شيء، طبعا هون صار يعني هاي شغلة صارت إجبارية، فمن عالجة بوضع النيشة ورفع الإحليل كمان نتائج ممتازة، وهي يعني جراحة يوم واحد يعني. طيب البوتوكس دكتور، البوتوكس تأثيره يعني كل 4 شهور 6 أشهر يعني لازم تعمل السيد العملية مرة ثانية أو الإجراء مرة ثانية؟ لا لا يعني حسب اللي عملنا لهم مع متابعة عملنا لهم إياها مرة واحدة ما عادوا عانوا من هذه المشكلة لا أي إجراء ثاني أبدا. كل الشكر للدكتور أحمد التونجي استشاري أمراض المسالك البولية وجراحتها والعقم عند الذكور في مركز فيرست ميد لجراحة اليوم الواحد في دبي. هو صار عند الذكور والإناث كمان. لا العقم عند الذكور بس موضوعنا المسالك البولية طبعا هي مشتركة عند الذكور والإناث. شكرا لك دكتور أحمد. يا أنا.